السلام عليكم خوتنا، واش راكم؟ لاباس بخير. خونا هواري بخرس كمل بوعكاز دو فوديل شبكة امير دي زاد اللي داو 800 مليون ود عندهم اراضي وهواري بدلت بيجا براء اخوتي. هذا انما يدل على ان قنوات العار ليس لها المصداقية وما عندهمش كما نقولوا التحقيق في المعلومة. قناة النهار اللي كانت تقول انه هواري بوخرس يملك عقارات في الداخل والخارج ويملك يعني عنده اموال ابتزاز وعنده اموال ابتزاز المهم شبكة كبيرة راكو فاهمين. اليوم المحكمة برأته من كل تهم المنسوبة اليه. تحياتنا اخوتي، دي معجبكم. السلام عليكم، قناة النهار كونتر خط. سلام.